مشاهدينا الأعزاء، في هذه اللحظات معنا العمدة إبراهيم بن نصار المغامسي اللي تلعب البطولة على كأسه تحت شعار وطننا أمانة. شيخنا، من أقام هذه البطولة؟ من وقف على هذه البطولة؟ من أكرمنا وأحرجنا بسخائه اللامحدود؟ من قدم لنا الدعم حتى وصلنا إلى هذه المرحلة؟ ومن وقف بجانب المنظمين حتى قدموا هذا المستوى الكبير حتى انتهت البطولة، وما بين البداية والنهاية أنجزوا شيئا عظيم بمسمى بطولة الحاتم للفئات السنية؟ العمدة إبراهيم بن نصار المغامسي، اليوم الختامي لهذه البطولة، المشهودات اللي لمستها من جانب اللجنة المنظمة، العمل الكبير والدؤوب اللي كان طيلة أيام البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحمد الله حمدا كثيرا على نعمة الأمن والأمان في هذا البلد الطيب، ونسأل الله أن يحفظ قائد هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وولي ولي عهد الأمين على هذا الأمن الذي تعيش فيه البلاد، ولله الحمد. أما بالنسبة للبطولة، نحمد الله عز وجل على وصولنا لليوم الختامي، وكما تشاهدون هذه المباراة النهائية، نسأل الله التوفيق للفريقين. أما بالنسبة للجنة المنظمة، أشكر جميع القائمين من الشباب الذين يثلجون الصدر ويفرحون القلوب بهذا العمل الجبار خلال شهر ونص، وحقيقة مجهود يذكر ويشكر، والشكر موصول لكم أنتم كشبكة إعلامية، وجزاكم الله خيرا. العمدة إبراهيم بن نصار المغامسي، ما بين البداية كنا معك في بداية البطولة، واليوم نحن معك في نهاية البطولة، وش الشيء اللي تراه أنه مختلف ما بين البداية والنهاية في هذا اليوم؟ والله العظيم الشيء اللي يثلج الصدر هو تواجد كوكبة منكم من الشباب هذا البلد الطيب، ولله الحمد البلد هذه فيها شباب يفرحون، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد في الأعوام القادمة بإذن الله، ومن نجاح إلى نجاح. وما نراه اليوم هو ثمرة لما قدمتوه خلال البطولة من إنجاز، واسأل الله لكم التوفيق جميعا. شكرا لك العمدة إبراهيم بن نصار المغامسي، رجل يعتبر هو مكسب للرياضيين في مكة المكرمة، ومزيدا من الدعم نتمناه في الأيام القادمة، ودمت سالما معافى. الشكر لكم جميعا، والشكر موصول لجميع من حضر من الأخوان والأحباب والزملاء، واسأل الله لكم التوفيق في الأيام القادمة. شكرا لكم.